السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، الصحه والسلامه يا ربي وتحقيق كل امنياتكم. هنا اليوم راح اسوي كيكه بالشوكولا، طعمها كلش طيب، طبعا كيكه عاديه. هنا بالبدايه عندي المواد كلها دافيه يعني بحراره المطبخ. هنا عندي هاي 3 بيضات، وعندي 2.5 كوب طحين وظرف من البيكنج باودر، وكوب من الحليب السائل، وكوب من السكر، ونص كوب من الكاكاو الباودر الخام، ونص كوب من المي الحار، يعني حار مو كلش، يعني دافي على شوية حرارة، وثلاثة ارباع الكوب من الزيت. هنا بالبداية اضيف على البيض ملعقة صغيرة من الفانيلا، وهنا حضيف قليل كلش يعني تقريبا ربع ملعقة من نكهة القهوة، يعني هاي ضرورية مو ضرورية العفو يعني اختياري. وبعدها اضيف السكر او الشكر 1 كوب كامل، وهنا نبي نخفق بداية على سرعة واطية وبعدها اعليها. هنا بعد ما صار هيك لونه يعني مائل للبياض، اضيف الزيت، اضيف واخفق شوية شوية يعني على سرعة واطية مو عالية. بعدها أضيف الماء. هسه هنا ابدي اضيف الطحين، اضيفه شوي شوي يعني على دفعات، ما اضيفه كله. بسم الله، اضيف واخفق على سرعة واطية. هنا هسه اضيف البيكنج باودر، هنا بعدها مثل ما شفتوا يعني من خليت الطحين ما خفقت هواي، بعدها هيك بالسباتولا بس نتأكد انه الطحين كله انخلط. والفرن اني محميته شغلته يعني قبل هيك شوية، شوف هذا قوامه يكون. وعندي هذا القالب اللي راح استخدمه، واي قالب انتو حابين تستخدمونه عادي يصير. هنا مثل ما شفتوا انا الطحين منضفته اخر شيء، يعني ما خلطت هواي بالخفاقه.
هسه راح بالسباتولا بس شوية أتأكد إنه الطحين كله اختفى. وعندي هذا القالب دهنته بزيت، ومو شرط هذا القالب أي قالب، بس هذا يطلع الكيكة بي شكلها كلش حلو. هنا نخلي الخليط، شوي بس نحركه هيجي. أنا الفرن مشغلته يعني مسبقا على أعلى درجة، وبعد ما أخليها حاولوا تخلوها حتى أقل من 180 تقريبا، يعني على 170-160 درجة على الرف الوسط، وتأخذ تقريبا أقل الساعة. هنا بعد ما استوت، شوف أول ما استوت غطيتها، هسه انا اقلبها تشوفوها. هذا صار شكلها، وشوفوها شلون كلش هشه وسفنجيه، طريقتها كلش ناجحه وطيبه. هنا اذا حابين تخلون صوص فوقها تزينوها او هيجي، هم شكلها كلش حلو. شوفوا شلون شكلها صار. وهنا انا شنو راح اسوي ياكم صوص بالشوكولا، كلش سهل وطعمه كلش طيب. هنا شنو بالبداية اخلي هذا المقدار، يعني انتو ذا تدون تسوون كوب او نص كوب او ربع، كلهن نفس القياس. يعني انا استخدمت هذا القياس، كوب كلش صغير من الحليب الباودر، ونفس القياس شكر وكاكاو باودر مور، ونفس القياس مي. هنا اذا تردون تسووها بالخلاط هذا مال العصير الكهربائي، او تسووها بهاي الطريقه بالخفاق، الطريقتين يعني الصير. هنا حضيف رشه فانيلا ونفس المقدار زيت، راح اخفقهن بالخفاقه. شوفوا هنا شنو سويت. طبعا الافضل لا تسووا بالخفاقه، سووا بالخلاط الكهربائي. انا رجعت خليته بالخلاط الكهربائي بحيث شوفوا شلون صار قوامه الخلاط اللي تخلطون به العصير. هنا خليه فوق الكيكه، طبعا طعمه كلش طيب وطريقته كلش سهله. هنا اوزعها على الكيكه هاي الطريقة، شوفوا هنا بعد ما وزعتها على الكيكة، وهنا راح ازينها بهيجي كرات شوكولا. وهاي هنا شكلها بعد ما كملناها وكملنا التزيين مالتها.
هسه انا حقطعها وياكم. شوفوا هذا الداخل مالتها، شوفوا هنا طبعا هي بعدها حارة، فشوفوها شلون قاعدة يعني كلش هشة. اتمنى هذا الفيديو عجبكم واستفاديتوا من عنده، ومع الف سلامة.